فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد من صلى في المقبرة، فهل يجوز إقامة صلاة الجنازة في المقبرة في هذا المصلى؟ نعم، مصلى كيف يجوز مصلى في المقبرة؟ مصلى فقط لا تقام فيه الصلاة إلا مش معنى المصلى يعني مكان محجوز يوضع فيه الجنازة وصلنا عليه. نعم لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأنه لا دليل على من، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعل في الأرض مسجدا وطهورا. ولا أعلم أن في ذلك سنة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة، فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا لا نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إنها ماتت ليلا، فقال: هلا كنتم آذنتموني يعني أخبرتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فخرج وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد. نعم.